وكثر النصب والدجل على الناس وأكل أموال الناس بالباطل ويتسلطون على العامة وعلى بعض الناس الذين لا كبير علم عندهم وليس لهم يعني ناس على قد حالهم كما يقولون، فيتسلطون عليهم وعلى بناتهم وعلى أولادهم وعلى أملاكهم بالسحر، ومن سحر فقد كفر والعياذ بالله رب العالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يعني قال اجتنبوا السبع الموبقات، منها الشرك ومنها السحر، فالسحر من السبع الموبقات المولكات، ومن سحر فقد كفر. والله تعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، لكنني أنصح الناس بعدم الذهاب إليهم وعدم الخوف منهم وأن يعتصموا بالله. لا تنم إلا وقد قرأت المعوذتين، وقرأ المعوذتين في وترك وقبل نومك، واجعل الرقية الشرعية على نفسك وعلى أولادك وأهل بيتك، وإن كيد الشيطان، السحر دي مع الشيطان، وربنا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فمهما عملوا ومهما خيلوا للناس فهم ضعفاء. نحرقهم بالقرآن ونحرقهم بسنة النبي العدنان وبالإيمان الثابت الراسخ الذي يعني يحرق سحرهم ويحرق نفسهم ويحرق شياطينهم ويحرق إفسادهم. الله أكبر. فلابد أن نكون على عقيدة قوية متينة. صحيح. بارك الله حفظك الله شيخ. ما حكمه في الإسلام يعني هذا الساحر المشعوذ؟ هل الذي المشعوذ الساحر نفسه الذي يصنع السحر هذا كما ذكرت يعني حكمه، لكن الذي يذهب إلى الساحر حتى هو نفس الحكم؟ نعم، جاء في الحديث يعني لا تقبل صلاته 40 يوما، وقال ثم صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الله أكبر. المسألة خطيرة. من الساحر، لأن الإسلام عالجها بعلاجين، الأول في الساحر نفسه والثاني في من يذهبون إليه. فإياك أن تذهب إليه ولا عراف أو ساحر أو أن تصدقه، فهو لا يفلح الساحر حيث أتى مما فعل. وأنت معك المعوذات ومعك القواقل، قل الكافرون قل الله احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، هذه القواقل، ومعك آية الكرسي، ومعك البقرة لا تستطيعها البطلة، ومعك يعني الله ورسوله، ويعني بالسنة معك الله ومعك الرسول بالسنة، تقرأ سنته واستفيد منها إن شاء الله تعالى، ومعك قوة الإيمان والعقيدة، فلا تذهب إليهم ولا تصدقهم. وكما قلت لك هم يتسلطون على ضعاف النفوس وعلى ضعاف الإيمان. سبحان الله. فإن كنت قوي النفس قوي الإيمان، هؤلاء لن يستطيعوا أن يفعلوا معك شيئا بإذن الله تعالى. حفظكم الله شيخ.